حطيت لي اربع رجال على الباب اللي وراني. حصل يا كبير، واربع على القداماني كمان. عفارم طلع لي اثنين فوق السطوح، واحد الناحيه الشرقيه وواحد الناحيه الغربيه. غير العشره اللي فوق. ايوه امر جنابك. امنت كل مداخل ومخارج البلد. حصل يا كبير. اديت لكل راجل فيهم سلاح. حصل يا كبير. جبت لي اسطوانه فيفا 2010. ما لقيتش يا كبير. بوه ماني ما عرفش اتكل عليك واصل. ماني لو بعت راجل كان زمانه جابها. يمين بالله يا كبير، لفيت عليها بكل مطرح ما لقيتش. لقيت نسخه مضروبه. والله ما يرضنيش جنابك تلعب بالبرشلونه من غير ديفيد فيا وسافي الونسو. عامل لي فيها فابيو كابيلو، وانت اللي حتحط التشكيل ولا ايه؟ العفو جنابك. ورايا كبير، اديه نص جوني بيه. بيه ورايا امر جنابك. بو قلبيه قال يا رجاله، اسمعوني زين يا رجاله، عاوزكم تلفوا المزاريطه حته حته. لو حد فيكم لمح القط يطخوا طوالي، ومسكوا العيال تحت 18 سنه سنج، وتحت 10 سنين مطاوي. بو القط فزاع ازرق. ابوك يا كبير. ايه يا كبير؟ ينفع ادخل عليك نصك من غير ما اقول لك دستور او واتساب؟ بلا نصك بلا نصي، انسى الهبديه لحد ما نقبضوا على القط. القط؟ بوسي كات؟ الكبير بيخاف من القط؟ وفلح بس طول اليوم تقول لي يا بسكويتي؟ بس يا دي فرفور انت، بس! يا رجاله! امرك يا كبير! روحوا نفذوا اللي اتفقنا عليه، مش عايز خرم ابره يعدي مني حاجه، يلا! وانا يا كبير هعمل ايه عاد؟ عملك اسود ومهبب، بتطلع منين دي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. عمو واتس جوين اون؟ ها؟ ايه الحوار؟ حمار مين؟ حمار ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ اني خابر، هو بيعمل كده ليه؟ هو كده كل ما يشوف خلقتي يركبه متعفريت. مش قصدي عليك، انت مش مهم دلوقتي، انا بقول لك ايه اللي بيحصل؟ ايه سامع بيقول قط ونط وفط؟ اصل القط طلع من لومان النهارده. لومان؟ لو واطي؟ راجل واطي يعني؟ اللومان يا بيه السجن. سجن؟ هو انتوا بتدخلوا القطط السجن؟ لا، القط ده مش حيوان، ده بني ادم كان بطل وجه جبلي في الملاكمه ومدخل السجن. طب وده ماله مال الكبير؟ لا، دي حكايه قديمه قوي، اصل كان له تار بايت عند الكبير قوي. طار؟ يعني ايه طار؟ طار يعني ريفنج. اوبس. طب مش المفروض الطار ده ينتهي بموت كبير قوي؟ لا، ده ما بيخلص. بعد الكبير قوي ما مات، بيجي لازما على عزام القط ياخد بطاره من ولده، يعني اخوك الكبير. طب افرض مات موتة ربنا، يعني اتقلب بيه ميكروباص وراح يصيف مثلا. تفضل العجله دايره كده لحد ما يموت حد من عيلتكم على يد حد من عيلتكم. لا دي سبهلله. لا ريلي سبهلله، يعني لازم يضحي الكبير ده بقى ونخلص من الموضوع ده. طب هو معلش، هو انكل الكبير قوي كان عليه الطار ده ليه؟ دي حكايه طويله قوي احكيها لكم. صلوا بينا على النبي. من زمان زمان قوي قوي، يوم اغبر ما طلعتوش سمس. يا عم جابر، وانت الحكايه اللي بتحكي دي فيها ناس بتموت وجن وعفاريت؟ لا يا ابني ما تخافش عادي. امال حضرتك بتقفر ليه؟ ما تحكي عادي. حاضر ماشي. زمان في يوم حلو والسمس كانت طالعه دوش. بوه دي هتعمل دوش يجيلك في خمس دقائق يا قط. لو قرصت الزهر تاني ليلتك حتبقى مطينه بطين. انا ما بقرص يا كبير. دوش كمان. براحتك. شوف الزرافه اللي هناك دي؟ فين؟ ومن ساعتها بيجي بناتهم طار، ولازما ياخدوا حد من عنديهم، وحلف عزام ولده انه ما حد ياخد طار ابوه غيره وبيده، والمصيبه
انه طلع النهارده من السجن وجه على البلد، ودوته دوته فرغت الحدوته، حلوه ولا ملطوطه؟ هي من ناحيه ملطوطه فهي ملطوطه على الاخر.